فهد نوري فنان عراقي حقق شهرة واسعة من خلال طرح العديد من الأعمال يلي نالت إعجاب كتار من المستمعين، وعم بيخوض فهد حاليا العديد من التجارب. تفاصيل بهالتقرير. لبنان شو بيقدم برأيك للفنان ما بتقدمه دول تانية؟ شوف لبنان يعني شو نتكلم عليها أنا عن ذاتي بنفسي فهد، شو نتكلم عن لبنان قليل بحقها. يعني لبنان هي أم الفن، أنا بالنسبة لي أم الفن، أم الذوق. شعب يحب الفن، شعب يفهم الغناء ويفهم الكلمة. صراحة يعني أغلب الفنانين اللي ظهروا نجوم عرب يعني من خلال بيروت، من خلال شعب لبنان ومتلقي جمهور لبنان. فلبنان شعب مؤثر وجمهور يخوف بالنسبة لي أنا، يعني يخوف فيه. هل رح نسمعك بأغنية باللهجة اللبنانية قريبا؟ إن شاء الله أكيد، إذا جاني عمل من ملحن وشاعر لبناني لي الشرف أتمنى، يعني أنا أتمنى عن خلالكم إن شاء الله يشوفون الشعراء اللبنانيين ملحنين ويقدمون، هذا شيء شرف كبير لي أنا. بدنا نسمع منك أغنية لبنانية. راجعين يا هوا راجعين، يا زهرة المساكين، راجعين يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى راجعين. حلو كتير، إن شاء الله بنشوفك قريبا بأغنية لبنانية. إن شاء الله من خلالكم. شرف والله أتعامل مع ملحن وشاعر لبناني وموزع لبناني، والشعب اللبناني تاج على رأسنا والله. هل عم تواجه مشاكل بمسيرتك الفنية؟ وكل مو بس بالوسط الفني يعني كفنانين، حتى بالرياضة بالشعر في مشاكل. لازم شوف الإنسان بحكم عمله إذا ما واجه مشاكل ما راح يقدم شيء ولا راح يصنع شيء لنفسه، لازم يكون عليها مشاكل وعرقلة. فإحنا من خلال هالمشاكل نتعلم شلون نتعامل ويا الناس ويا حكم عملنا ويا الجمهور بصورة عامة ويا الناس. إذا ناس تكره يعني مو كل الناس الجمهور مو كل يحب، لا بالعكس، اي اكو ناس تكره، فنواجه مشاكل من خلال حكم عملنا. هل الوجع اللي عايشه اجمالا الشعب العربي ككل وبالاخص الشعب العراقي هو دافع لهالقد عم يخلق فنانين من العراق؟ هذا شيء مهم، يعني احنا الشعب العراقي، يعني احنا الشعب العراقي واللبناني نفس المعاناة تقريبا، بس الشعب العراقي عانى اكثر لأن خلصناها من حروب وحروب تعرفيني. يعني الشعب العراقي أو المطرب العراقي صدقيني اللي قاعد يقدمه من نص قلبه، لأن احنا خلصنا حياتنا حزن بحزن. فالشاعر حتى من يكتب عن الحب هم حزن، الملحن حزن، الفنان يغني من يقدم هم حزن. فتشوفين دائما المطرب العراقي يبدع بالموالات، الفنان العراقي معروف هسه العراقي بالموالات. والله يبعد الحزن عنا وعنكم إن شاء الله. شو بتوعد محبينك؟ شو بتوعد محبينك؟ أوعدهم إن شاء الله عن قريب راح يسمعون عدة أعمال وإن شاء الله يتنال إعجابهم ورضاهم. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.